مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مجددا لهذه الحلقة الجديدة من دواكم في يديكم. اليوم راح نتكلموا على الغدة الدرقية لاغلونتيرويد في مرضها ليبوتيرويدي، يعني قصور الغدة الدرقية. تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي، لكن حبيت بما أنها هامة وبما أن كثير من النساء كتبون عليها، قلت الآن نعودوا نطوروا فيها ونزيدوا فيها بعض المعلومات حتى الأخوات اللي كتبونا ممكن يستفيدوا من المعلومات الإضافية إن شاء الله. فقبل ما نبدأ في هذا، نبدأ بالإيميلات اللي أو الرسائل الإلكترونية اللي جاتني في الأسبوع الماضي. الناس كثير يطلبوا على الوصفة وجزاهم الله خير. كثير منهم غير يبعثوا يقولوا وصفة، ولا يقولوا مبعوث من سامسونج، من البورتال سامسونج ولا كذا. أنا نفهم باللي هذا يعني حابين ينزلوا الوصفة. وإحنا قلنا الوصفة هذه عندما إنسان يكتب لنا إيميل تجيه مباشرة جواب من عندنا، يجيه جواب من عندنا، وفي الجواب هذاك عنده الفرصة يضغط على القفلة عربية ولا قفلة فرنسية وتنزل الوصفة بالعربية أو بالفرنسية. فهذه الطريقة الوحيدة الآن اللي ممكن الإنسان ينزل بها الوصفة. كثير من الإخوة أو كثير يعني البعض منهم يكتبونا مرار ويقولوا ما وصلتناش الوصفة. فالقضية ما هيش من عندنا، راهي في الضبط نتاع الأورديناتور تاعهم، ولا يشوفوا في البين يعني المزبلة تاع الكمبيوتر. بعض الأحيان عندهم أشياء فنية اللي هي تدير لهم مشكل. المشكل ما راش معنا هنا، احنا دائما بصفة منتظمة نحاولوا نشوفوا مع الفنيين القضية هذه، والفنيين ما يرجعوا يقولوا ما في حتى مشكل من جهتنا. الشيء الآخر هو قلنا للإخوتان أيضا أو الأخوات أن قبل ما يكتبوا لنا على أشياء تكلمنا عليها في الماضي، يحاولوا بما أن عندهم الانترنت يحاولوا يروحوا للموقع نتاعنا اللي هو يوتيوب المغاربية دواكم في يديكم، ويشوفوا الحصص اللي فاتت، لأن غالب الأحيان نكونوا جاوبنا على كثير من الأشياء اللي إخواننا أو أخواتنا رمي يطرحوها علينا. فقلنا الغدة الدرقية عندها مشكلتين، يا إما تكون تنتج الهرمونات كثير وهذه ليبوتيرويدي، ولا تكون ما تنتجهمش كثير وتولي ليبوتيرويدي، يعني قصور الغدة الدرقية. وقلنا بأن الآن احنا حبينا نتكلموا على قصور الغدة الدرقية، ماهيش الليبرتيرويدي اللي هي تعطي أمراض أخرى. فقلنا أن قصور الغدة الدرقية يقيس النساء كثير، الأغلبية تقريبا الساحقة من الناس اللي عندهم مشكل مع في الغدة الدرقية أنها تنزل تعد ما تخدمش هما النساء، وأسبابها نطرق لها فيما بعد. والمشكل ما هو في هذه الغدة؟ الغدة هذه بصفة عامة تنتج ثلاث من الهرمونات إذا حسبنا الكالسيتونين، لكن اللي همنا حنايا هو التيروكسين لا تي 4 ولا تريودو تيرونين اللي هي لا تي 3. وقلنا بان لا تي 4 هي التي 3 تتحول الى تي 4، واللي هي اللي مهمه، هي اللي دير اكثر العمل في الجسم تاعنا. فالكالسيتونين ما نتكلموش عليها اليوم، اللي همونا هما تي 4 وتي 3. هذا التي 4 تي 4 و3 كيف تحكم الغدة الدرقية في الجسم تاعنا؟ تدخلهم، تطلق هذه الهرمونتين الاثنين هذه تطلقهم في الدم ويمشوا في الجسم تاعنا، وبهذه الطريقة تضبط أو تخدم أو تسير العديد الكبير جدا من الوظائف نتاع
الجسم تاعنا. فعندنا هذا الطبيب حميد طراق اللي هو اندوكرينولوج مختص في علم الهرمونات في الجسم، هو في فرنسا، يقول بأن الغدة الدرقية عندها un rôle important sur le métabolisme de l'ensemble des cellules de l'organisme ainsi que sur la croissance et le développement du cerveau au cours des premiers mois de la vie. يعني أن الغدة الدرقية عندها دور مهم في التمثيل الغذائي، يعني الخدمة نتاع الخلايا نتاعنا نتاع كل الجسم في كل الخلايا، وأيضا عندها تلعب دور كبير في نشأة المخ نتاع الطفل الصغير الصبي وفي تطوير المخ نتاع الطفل الصبي في الشهور الأولى من الحياة. وقلنا بأن هذا الغدة الدرقية كي تتعب من مشاكل كثيرة نطرق لها فيما بعد، كي تتعب تعود ما تخدمش الاخر لا تي 4 ولا تي 3، يعني التا 3 والتا 3 الهرمونتين هذه، وكيما تخدمهمش ما تدفقهمش في الدم، وكيما تدفقهمش في الدم ما رايحينش يفيدوا كل الخلايا تاع الجسم، ومع هذا تنتج امراض كثيره. فلماذا ما تخدمش هذا؟ ما تخدمش الهرمونات لان ما عندهاش المواد الاساسيه اللي تخدم بهم، هي اليود وهي التيروزين وخاصه اليود. فلهذا التي 3 والتي 4 راه يبقاو نازلين، ومن بعد الانسان ممكن في غالب الاحيان يجيه الكواتر هذا تنتفخ الغده الدرقيه كما راكم تشوفوا. عندنا هنايا غده درقيه لاباس بها، ولتحت الغده الدرقيه كي تكبر من عدم وجود اليود هذه. اسباب التعب للغده الدرقيه، لماذا يحدث قصور في الغده الدرقيه؟ قلنا بان عدم وجود اليود، وثانيا بالعكس هذا هو يكون اليود موجود بكثره اكثر من اللازم، وهذه حاله في بعض البلدان نادره. يعني مثلا الماء تاع الابيار بعض الاحيان فيه كثير من اليود، وهذا ثان يدير مشكل ويعطينا الكواتر. التهاب او التهابات الغده الدرقيه ثان تكون مشاكل التيرويديت كوز اوسي ليبوتيرويديزم، تعطينا قصور في عمل الغدة الدرقية. مثلا هذه كتبت لي أخت على هاشيموتو ثان، هي التهاب الغدة الدرقية اللي يكون قصور في عمل الغدة. الناس اللي كانوا عملوا علاجات باليود راديو اكتيف، اليود شو بالأشعة، وهذه ما تعطي لهمش ما تقصر لهمش في عمل الغدة الدرقية ثمثم، إلا أن سنوات من بعد ممكن هذا الأخر اليود راديو اكتيف يتسبب في القصور في العمل نتاع الغدة الدرقية، ولابد أن الإنسان ينتبه لهذا. لهذا بعض الأحيان عندما يجي المريض لابد نشوف تاريخه من قبل، الأدوية اللي خذاها واللي خذتها، طريقة المعيشة وكذا، هذه تعطي فكرة على المرض كيف جاء الإنسان. في بعض الأدوية أيضا اللي تؤدي إلى قصور في عمل الغدة الدرقية، تعطينا ليبوتيرويدي، وفي الحالة هذه إذا اكتشف راح الحالة هذه ترجع الغدة ترجع إلى مجرها الطبيعي، تعود تخدم مليح. عندنا أمراض ليبوفيز هذه غدة موجودة في المخ، وأنا قصرت لكم عمل الغدة الدرقية، ما تكلمت لكمش عليها بكل دقتها الطبية، إلا أن الغدة الدرقية تخدم هذا الهرمونات تي 3 وتي 4 تي 4 تي 3 لانها هي ثان فوقها
هذه الليبوفيز اللي هي في المخ اللي تضبطها. اذا شافت الغده الدرقيه هذه ما تخدمش بزاف الهرمونات تحاول تبعث لها هرمونة واحدة أخرى اسمها TSH اللي هي بترجع الهرمونات إلى مستواها. ولكن بعض الأحيان حتى هذه الغدة الليبوفيز تمرض هي، وإذا مرضت هي وكان مشكل مع الغدة الدرقية ما تقدرش ترجعها إلى مكانتها. فهذه بصفة عامة الأسباب الرئيسية اللي تخلي الغدة الدرقية تنزل تعود ما تخدمش، ومن بعد يجي غالب الأحيان يجي القواطر. هذاك المشاكل اللي تتسبب من جراء قصور في الغدة الدرقية تكلمنا عليهم المرة الماضية، وحبيت نرجعهم لكم لأن القضية هذه مهمة. وكي تعرفوهم تعرفوا بعد كي تروحوا للطبيب وتكلموا معاه تقولوا له كيفاش تحسوا، واش من حاجات اللي الاعراض اللي عندكم، حتى الطبيب تساعدوه على التشخيص. فقلنا ممكن تحدث الاخر عدم الانجاب، هذه واحده، تدير الامساك كونستيباسيون، ممكن تعطينا دي كرامب في الاخر اللي مسك اللي يتعاود ما يحبوش يخدموا يتصلبوا، ممكن تجي الانسان تجيه الاخر الكآبه، يحس بالبرد، ما يقدرش يركز، دائما تعبان، ما يرقد كثير، ممكن يديه ولا رجليه او يديها ولا رجليها ينملوا، ما يقدروش بعض الاحيان ولو يرقدوا كثير، خطرات ما يقدروش يرقدوا كثير، فيها على حساب الناس كل واحد كيفاه تجيه، يجي وجاع في الظهر لتحت، الشقيقة، الإنسان كي يتحرك بصعوبة، الوجه تاعو مصفار، الشعر يبدأ ينقص والحواجب هذا ثاني يبدأ ينقصوا، الحيوية نتاعو بصفة عامة الإنسان تروح، في النساء تكون عندهم العادة الشهرية كثيرة، ما يقدرش يفكر الإنسان مليح، الجلد تاعو تقريب يخشان ويعود يابس، ممكن الإنسان يعود ما يسمعش مليح، دائما يطلب من الناس بيعاودوا، وحتى الذاكرة تاع الإنسان لا ميموار ممكن تنقص شوية، وممكن هذا ناتج على عدم التركيز أيضا. طبعا يجيه الإنسان دوخة، أعراض كما هذه اللي توري بأن حيوية الإنسان تنقص بصفة عامة في كل المجالات، فيه امباس دو دو ميتابوليزم، امباس دي فونكسيون اورغانيك، يعني كل الأعضاء في الجسم تاعنا ما يعودوش يخدموا مليح، فإذا به الإنسان يوجد روحه في انحطاط في حياته. درت لكم هنايا الانفيرتيليتي يعني عدم الانجاب، درتو بالاحمر لان حبيت نتكلم عليها شويه. احنا نشوفوا كثير من الناس يروحوا عندما ما ينجبوش يروحوا يبداو قباله عند في الكلينيك تاع جينيكولوجي تاع امراض النساء وامراض الانجاب، وهذا مشكل تاع التخصص في الطب. لابد الإنسان دائما يروح إلى طبيب عام جينيراليست قبل ما يروح للإنسان المتخصص، خاطر الإنسان المتخصص يخدم في إطار تخصصه، إذا كان ما كاش إنجاب يروح يبدأ يشتغل بالمواد تاعو كيفاه يعاود يرجع الإنجاب، وغالب الأحيان ما يرجعش للأصل تاع المرض. فمن بين أسباب عدم الإنجاب هو فقط قصور الغدة الدرقية. وإذا كان هذا المشكل كيف نعرفوه؟ لابد الإنسان في أول الأمر عندما المرأة تكون عندها مشكل في هذا عدم الإنجاب، أول ما يروحوا يشوفوا الطبيب العام، والطبيب العام لابد عندما يسألهم يعطوا له الأعراض اللي بوجود عندهم، هذه الأعراض اللي تكلمنا عليها مقبل. فبالطريقة هذه ممكن الطبيب يقول هذه قصور في الغدة الدرقية، هايبوثيرويدي، فيحاول يعطي للمرأة
الدواء اللازم واللي يعطي لها التعديل في الأكل اللازم حتى ترجع الغدة الدرقية إلى مجراها الطبيعي، تعود تخدم مليح، والإنجاب من بعد يكون بإذن الله. عندنا هذا البروفيسور أنري جوايو اللي هو قلنا في الماضي انه اونكولوج مختص في امراض السرطان، والان راه مختص في كل الامراض اللي تنتج عن التغذيه السيئه. فهو يقول المشكل الكبير هو اننا احنا اللي نمرضوا الغده الدرقيه هذه. السبب الاول هو حنايا، واذا شعرنا بهذا ووصلنا الى وعي بمسؤوليتنا في القضية هذه، نعرفوا كيفاش أن نرجعوا، كيف نصحوا المجرى باش ترجع الغدة الدرقية تخدم مليح. فاستراتيجيتنا في الطب الطبيعي هي أننا ما نروحش للغدة الدرقية نقول والله خلاص عندها عند القوات نروحوا كيف نديروا عملية باش نحوه، ولا نروحوا دائما نحبوا نشوفوا الأسباب وراء هذا. لماذا الإنسان عنده الغدة الدرقية نازلة؟ لماذا طالعة؟ ما هي أسباب؟ احنا عندنا لو تيران تاع الإنسان، سمو أرضية الإنسان، كما مثلا الطريق تكون محفرة وقعيتيك السيارة تمشي فيها ما تمشيش مليح وما تقدرش ومن بعد تتكسر. فالأرضية الجسم هكذا، إذا كانت الأرضية ما هيش مليحة كل حاجات تبدأ تخسر، فلابد نرجع للأرضية نتاع الإنسان ونشوفه وش فيها. عندما نتكلم على استراتيجيات أو تقنيات استراتيجيات في العلاج لقصور الغدة الدرقية، ماذا نعني بهذا؟ نعني أن أرضية الإنسان هذه تتصحح قبل ما نروح للأعراض. فهذه نسموها لا ميديسين دو لوم توتال، يعني طب الانسان الكلي، كل الاعضاء متشابكه بعضها بعض، وما نقدروش نروحوا للغده بدون ما نشوفوا الاعضاء الكبد والبنكريا والقلب والماكله تاعنا وكيف يخدموا. هذه هي لا ميديسين دو لوم توتال ولا لا ميديسين اوليستيك. لهذا ما نقدروش نقولوا كاين دواء واحد لهذا المرض. في علاقتنا الطبيعية ما كاش دواء واحد، ما نقدرش نقول هاك اليود وانتهى الأمر، ولا هاك ليفوتيروكسين وانتهى الأمر. لابد نرجعوا للكل، ندرسوا طريقة حياة الإنسان هذا بصفة عامة. فبما أن كما نشوفوا فيما بعد لاتيروكسين هذه واليود منين نجيبوهم؟ ربي خلقنا نجيبوهم بالماكلة تاعنا، وإذا كانت الماكلة تاعنا ماشي مليحة كيفاش تحبوا نجيبوا المواد هذه الأساسية اليود والتيروكسين للغدة الدرقية باش تخدم الهرمونات تي 3 و تي 4؟ ما تقدرش. فلهذا لابد أن نراجعوا الماكلة تاعنا، وهنا وين تبقى مسؤوليتنا. ما نقدروش نتكلوا على الطبيب نرقدوا ومن بعد عندما تجينا المرض هذا خلاص كان طبيب يوسع. احنا المسؤولين بالدرجه الاولى على صحتنا. فاحنا عطينا لكم هذه الوصفه اللي اسمها استراتيجيه الغذاء للصحه الهضميه والعامه، استراتيجي دو نوتريسيونال دو سانتي ديجستيف جينيرال، اللي كما قلنا في البدايه ممكن اي انسان ينزلها، فيها 9 صفحات تعطي عموميات على تعديل الأكل في حياتنا حتى تكون الأكل اللي نأكله مغذي، يكون مغذي يعطينا المواد اللازمة لكل شيء، وبينهم يعطينا لاتيروزين هذه ويعطينا اليود اللي هما المواد الأساسية للغدة الدرقية باش تعمل الهرمونات، والهرمونات هذه كي تدخل بعد في الدم تمشي كل الأشياء في الجسم تاعنا، وما تجيناش الأعراض اللي تكلمنا عليها من قبل، أعطيناها بالترتيب. فالوصفة مهمة جدا، تساعد كثير وساعدت كثير، والناس بعثت شهادات في هذا الوصفة. نذكر برك بشيء أساسي فيها، هو أننا نتجنب البيض الثلاث لي تخوا بلون،
قلنا الفارينة البيضاء مع كل مشتقاتها حتى لاباغيت هذيك، لأن ما فيهاش الغلة اللازمة اللي دارها فيها ربي أساسا، اللي دارها في القمح في الشعير في الخرطان باش تغذينا. يعني هذيك فيها تقريبا النشا، الفارينة البيضاء فيها النشا، والنشا هذاك يولي سكر، والسكر يدير التهابات ونولو في مشاكل أخرى. فالفارينة البيضاء بصفة عامة اللي يقدر يتفاداها يتفاداها. ثانيا السكر الأبيض، السكر الأبيض ربي ما خلقوش هكذاك، هذا مصفى إلى غافيني، ما فيش المعادن الأخرى، المعادن الأخرى كلش تنحات منه، نحاوها علاه لأن يحبوا الحاجة تكون بيضاء، بيضاء مليحة وسهل عليهم باش السكر يعود يسيل وحلو أكثر من السكر الآخر وما يشبه ذلك. فهم يعملوا له لغافيناج تصفية، هذه ينحوا منه كل المعادن اللي خلقها ربي فيه، ولهذا السكر الأبيض ما يصلحش بل يولي مسبب للأمراض. والشيء الثالث هو الملح الأبيض، أيضا ربي ما خلقوش هكذاك، حاولوا بقدر المستطاع تستعملوا الملح اللي يجي من الصحراء ولا الملح اللي يجي من البحر الخام، هذاك ماهوش الملح هذاك اللي يسيل بالخف اللي يشتروه من الحانوت. فهذا من جهة. من جهة أخرى في الأكل تاعنا عندما تشوفوا الوصفة واللي ما شافهاش نذكروا بأن تقريب 70% من الماكلة تاعنا لابد تكون خضراء. الخضرة والفاكية وهذه بقدر المستطاع تكون خضراء، 30% منها لابد تكون يا إما مطبوخة بدون ما تديروش زيت صانغو هذيك فيها، مطبوخة أو في الكوشة أو على البخار. فقلنا في الماضي أن زيت الزيتون مثلا توضع في الصحن تاعنا عندما يسقونا باش ناكلوا، ماشي يطيبوا بها، لأن كي تطيب تخسر وتخسرنا الماكلة والماكلة تخسرنا الجسم تاعنا ونولوا في مشاكل الأمراض هذه. ما هي مصادر اليود؟ منين نجيبوا اليود هذه؟ اليود اللي تحتاجها الغدة الدرقية. قلنا كاين الفاكهة والخضر، لكن الفاكهة والخضر لو ناكلوا مثلا 2 كيلو منها في النهار ما راحش تعطينا كل ما تحتاجه الغدة الدرقية. لهذا هذه اللي كي ناكلوا الماكلة خضراء 70% منها خضراء كاع راح تعطينا شيئا فشيئا، راح تنظم تعطي الاخر بانتظام لليود للغده الدرقيه بانتظام. لكن عندنا وسائل اخرى اذا كانت الغده فيها قصور ما تخدمش مليح، نجيبوا اليود من حاجات اخرى، نجيبوها مثلا من لافوان، هي الخرطان ولا الخرطال كما يسموه، اللي هي فيه كميه لباس بها. احنا نعرف بلي الخرطان يبيعوه في الاسواق باه يعطوه للعواد والكباش وكاع، وهذا خطا كبير جدا، لان احنا في الطب الطبيعي هذا نستعملوا لافوان هذه في مواد كحوليه لي تانتور، وفيها قوة هائلة لحيوية الإنسان لهرمونات الإنسان وما يشبه ذلك الرجل والمرأة. المصدر الآخر لليود هو الحوت من جهة، والكراب، كل هذو اللي عندهم الكاراباس هذيك الغليظة، هذو قاع يعطونا ثان كمية لبس بها. الشيء اللي تكلمنا عليه الماضي ولحين عليه هما لي زالغ مارين، يعني هذا الحشيش تاع البحر اللي تشوفوه عندما تروحوا البحر تشوفوا الحشيش هذاك فوق الماء هكذاك يسبح، هذاك خاصة لو فوكوس فيزيكولو ولا لو فاريك فيزيكولو فيه كمية هائلة جدا. فيقولوا المختصين بأن 100 غرام من هذا لي زالغ وما تاخذوهمش في وين الناس يعوموا، ممكن تشتروهم لان ممكن في البحر يكون فيهم تلوث ولا حاجه. ففي بعض الصيدليات اللي يبيعوا هذا، ممكن ماشي عندنا في المغرب، اذا اضطريتوا تجيبوا هذا من البحر لابد تغسلوه مليح بشويه بالماء والخل وتصفوه مليح قبل ما تنشفوه وتاكلوه. ف 100 غرام من الزالق هذو الحشيش تاع البحر يعطينا 100 ميلي غرام نتاع اليود، و1000
ميلي جرام تاع اليود يعني جرام واحد يغطي العمل تاع الغدة الدرقية لمدة 20 سنة. فعندما ناكل هذا الزالك مارين الزالك ساش هذو الحشيش تاع البحر هذا ناكله كما اليابانيين مثلا الصينيين ياكلوه كثير تشوفوهم دائما رقاق لأن يساعد على فقد الوزن. وعندما ينشط الغدة الدرقية عندما تنشط الغدة الدرقية فالوزن تاعنا ينزل لأن من أسباب زيادة في الوزن هو قصور في الغدة الدرقية. فإذا قدرنا نجيب هذا في ما شاء الله والزالك هذو يتباعوا عند الصيدليات ولا حتى يتباعوا في الجيلول تقدروا يشترون في دي جيلول. الشيء الآخر هو تأخذوا دي جيلول تاع اليود من عند فارماسيا يعني هذه ممكن الطبيب يعطيها لكم إلا أن اليود هذه لابد تكون طبيعية لأن بعض الأحيان الصناعة الشركات تروح تعمل اليود هذه بصفة اصطناعية تعمل كل أدوية جل الأدوية باصطناعية يعني تعملهم بمواد كيميائية في اللابوراتوار وهذه غالب الأحيان من منظورنا في الطب الطبيعي ما تفيدش الجسم تاعنا كثير. عدنا قلنا كاين الغدة الدرقية عندما يكون فيها قصور تحتاج اليود وتحتاج لاتيغوزين. لاتيغوزين منين نجيبوها؟ قلنا المرة الماضية نجيبوها من اللوز من الأفوكا من الموز البنان يعني نجيبوها من الفول نجيبوها من الزريعة نتاع الكابويا يعني لاكورش نجيبوها من السمسم. السمسم ثاني فيه وهذا الإنسان مليح كي يستعملوا في الفطور تاع الصباح ما يشربش غير قهوة هكذاك حلو يجي خارج ياكل مليح ويزيد يدير السمسم يطحنوا السمسم بالرحيوة كاين الرحايا الالكتريك هذو يطحنوا ويخلطها مع الفطور تاع الصباح اي فطور استعمله الانسان. وموجوده طبعا في الدجاج في الحوت وموجوده في الجبن ايضا. فالجبن اذا كان مليح وكان طبيعي تشوفوا فيه يجي واحد الشغل لي كريستو من فوق هكذاك يبانوا فيه عندما يقدام شويه هذوك هما الاخر لي كريستو تاع لاتيروزين. من الآن بصفة عامة الأشياء اللي تنشط الغدة الدرقية اللي تنشطها يعني تعطي لها اليود وتعطي لها لاتيغوزين من بينهم عندنا الثوم والثوم خاصة إذا كان خضر علاش لأن فيه السيلينيوم والسيلينيوم هذا عنده واحد الانزيم عنده واحد المادة اللي هي تخلي ال تي 3 الهرمونات تي 3 تتغير الى تي 4. احنا قلنا تي 4 هي اللي تخدم كثير في الجسم تاع الانسان هي المهمة جدا. فالسيلينيوم تاع الثوم تخلي تنشط الغدة الدرقية وعلاش لأن تي 3 تتحول كثير بسرعة إلى تي 4 تتحول كثير إلى تي 3 عفوا غلط هي لا تي 4 اللي تتحول إلى تي 3. عندنا ثاني سيلينيوم في لي نوا دو برازيل مش موجودين ممكن في عالمنا المغاربي الا ان في فرنسا في امريكا في كل بلدان اوروبا والغرب موجوده. عندنا كما قلنا مقبل الملح الكلي الملح تاع البحر اللي ماهوش مصفي هذا ثاني معمر باليود وكما لي زالك كيف عندنا لي لوفور ديال الخميره تاع لا بيير غالب الاحيان ثاني معمره باليود. عندنا كما قلنا لي فروي دماغ الحوت السردين كل الحوت اللي فيه الزيوت هذه اللي معروفه. عندك زيت الحوت ايضا ما معروفة عندنا هذه فيها ثان بزاف تساعد كثير الغدة الدرقية. علاش عطينا لي زاسيد غرا هذو لي زاسيد غرا يساعدوا على تنشيط الغدة الدرقية. اللحم اذا كان ماهوش ملوث ماهوش زرق كما صرنا حديثا في العيد في الجزائر ما هم دايرين له بعض الاشياء اللي تسموا
إذا كان الإنسان مثلا مشى للصحراء ولا للبادية والكباش ثم ولا البقر يأكلوا من الأرض من الحشيش من الآخر بعيد على الماكلة المصطنعة هذه، اللحم تاعهم يكون مليح ويعطينا بعض الأنزيمات اللي هي راح تدخل اليود في التيرويد، تعطي تسهل استعمال اليود من طرف الغدة الدرقية. قلنا ليزالك هذو تاع البحر اذا قدر الانسان يستعملهم يوميا ما شاء الله، لان ما فيهمش غير اليود، فيهم معادن كثيره اللي تساعد كل وظائف الجسم. في الخضر عندنا اللوبيا الخضراء هذيك فيها ثان ايضا مواد اللي تشجع تقوي الغده الدرقيه وتنشطها. من بين الحاجات اللي الآن تحدث قصور في الغدة الدرقية هي تكلمنا عليهم والإنسان يبعد موش يبعد عليهم، قلنا إيفيتي يعني يبتعد عليهم، لأن ربي خلقنا في الخضر هذه أشياء كثيرة فيها توازن، لكن في المخابر يقولوا بأن الكرومبيت والكرومبيت الصغير هذا تاع بروكسل شو البروكسل والبروكولي واللفت يقولوا فيهم بعض المواد اللي هي تعرقل استعمال الاخر اليود وكاع من طرف التيرويد، وبالتالي تنقص بالتيرويد. الانسان يحاول يتجنبهم لكن ما يقطعهمش كل، لان من منظورنا دائما كاين توازن. فيما يخص الكرومبيت مثلا، ولو في المخبر كانوا يقولوا بأن فيه مادة معينة اللي هذه تحبس وتنقص من فعالية الغدة الدرقية، إلا أن الآن البحوث تثبت بأن هذا مش صحيح. فلهذا قلت الإنسان إذا كانت عنده الغدة الدرقية نازلة ما تخدمش مليح، يحاول يتجنب هذا لمدة معينة. نفس الشيء للجبار ولا الدراء اللي هي يقولوا موديراتور دو لا تيرويد، يعني اذا كانت نازله طلعها، اذا كانت حابطه اذا كانت نازله طلعها، واذا كانت طالعه تنزلها يعني ترجعها لمستواها. هذا لا باس به ان الانسان ياكل منه لان فيه فوائد اخرى كبيره. الان نرجع لكم لمحه كما تكلمت على الماضي في الحصه الماضيه، ونرجع الآن على الطب الطبيعي. احنا قلنا كي نتطرق للطب الطبيعي نتطرق له بفلسفة معينة، أن احنا ما نعالجش المرض كمرض، نعالج الإنسان كإنسان، وعندما نوجد أسباب المرض فنسحبوا الأسباب هذيك، نعدلوا حياة الإنسان وبالتالي الأمراض هذيك تمشي. يعني لابد ان الانسان يكون بريض بالقضيه هذه. مش ممكن يقول لي بعث لي وصفه نتاع الغده الدرقيه، ما عندناش وصفه للغده الدرقيه، عندنا انسان نتكلموا معاه لمده ساعه ساعه ونص ونشوفوا له العلاج تاعو. سنين من الناس اللي يكون عندهم نفس السن، هما 42 رجال ولا 42 نساء وعندهم الغده الدرقيه نازله، ممكن العلاج تاعهم يختلف لان عندهم حياه مختلفة بين اثنين. فهنا لابد الإنسان يروح يشوف واحد مهني ليكون متخصص في الطب الطبيعي هذا ومتخرج بالدبلومات نتاعو. الشيء اللي يقولوه المختصين في الميدان هذا هو أن الطب الطبيعي وخاصة طب الأعشاب وزيوت الطيارة للأعشاب عندهم مفعول قوي جدا فيما يخص قصور الغدة الدرقية، وممكن بهذه الطريقة ترجع إلى عملها الطبيعي، إلا أن لابد أن الإنسان يشوف مختص ويدرس معاه القضية نتاعو لمدة ساعة ساعة ونص قبل ما يعمل له أنتريتمون. ويقول المختصين الآن بأن ما إذا كانت هذه الأمراض يسموها أوتو إيمون، يعني بالنسبة لهم انكوراد ما تبراش، في بالطب الطبيعي يقدر الإنسان يتخلص لها. الآن فيه نظريات في الطب الحديث
تقول باللي لي مالادي اوتو ايميون هذو كانت عندنا نظره عليهم خاطئه، وكثير من الطب مازال ما يمنوش بهذا، الا ان هذه نظريات اللي نتجت عند بعض المختصين في الطب بعد تجربة 30 40 50 سنة. فأنا بالنسبة لي الأمراض هذه كانت عندي حالات في ألزايمر وفي باركنسون وفي اللوبوس، والحالات هذه زالت بعد شهور من العلاجات زادت. ف مالادي اوتو ايميون انكورابل بالنسبه لي مش القضيه مش صحيحه، والان الدراسات الحديثه تقول بان هذا ممكن مش صحيح، ان الامراض ما تبراش. لان علاش احنا نقولوا اذا كان الامراض عندها اسباب، والاسباب هذه غالب الاحيان الان هو تلوث الخلايا تاع الجسم، اذا نحينا هذا فالامراض ما عندهاش سبيل انها تبقى فتروح. هذا هو منطلقنا. فمن التقنيات الطبيعية اللي احنا نعالجوا بها هو قلنا كاين طب النباتات، وهذا كي نقول طب النباتات، النباتات كنباتات في صيغات معينة بالكحول، في قراصين او في تيزانات او زيوت الطيارة للأعشاب، وهذه طب آخر، لاغوماثيرابي طب آخر واحد آخر. فعندنا الأوليغوثيرابي هي استعمال المعادن، ومعادن هذه الآن تباع هنايا طبيعية، تباع يعني في الغرب موجودة، وممكن الآن في بلدان دخلت في علاج بالمعادن هذه وسموا الأوليغوثيرابي. عندنا الهوميوباتي، هذه قلنا ليكول ألموند كلاسيك، هذه المواد اللي تعالج بها تتذوب عدة مرات، وعندما تتذوب ترجع شغل الذرة، الذرة ما نشوفوهاش لكن كي تتفرقع تقلب الدنيا كل. فالهوميوباتي تقريبا بهذه الطريقة. عندنا الهوموتوكسيكولوجي اللي هي المدرسة نتاع هذا راكفاك، اللي هي أيضا تستعمل نوع من هذه الأدوية بطرق أخرى باش تبري الإنسان وترجع أرضية الإنسان سليمة كما كانت من قبل. عندنا لا نيجاتيفاسيون إلكتريك، وهذه عادوا ما يستعملوهاش كثير، إلا أن بعض منا عندهم الآلة، هذه آلة ترجع للثلاثينات لكن باقين يخدموا فيها إلى تمام الثمانينات، وبعد الثمانينات اختفت من الوجود. فالأطباء قلائل الأطباء اللي يستعملوها، وهذه واش تواسي الخلايا تاعنا عندما تمرض عندهم لي زيليكترون، هذه يفقدوا الكترون من الالكترونات، عندما يفقدوا الالكترون من الالكترونات التيار الكهربي السلبي اللي يكون موجود في خارج الخلية يرجع إيجابي كما النواة، وإذا كان هذا إيجابي وهذا إيجابي فالخلية ما تمشيش مليح. فهذا التقنية، هذا العلاج تقنية لا نيجاتيفاسيون ترجع الإلكترونات اللي مشاو، ومن بعد السلبية ترجع للممبران تاع الغطاء تاع الخلية، وتبقى هنايا تيار سلبي وهنا تيار إيجابي، ف الخلية ترجع إلى حياتها إلى وظيفتها تعود تخدم، وبهذه الطريقة نعالج كثير من الأمراض. عندنا اليونوسيناز اللي هي شيء آخر، ألا وهو علاج بالتيار الكهربائي، ممكن نتكلم عليه في وقت آخر. وهناك علاجات أخرى ممكن الإنسان يستعملها، وهذا عندما ندرس قضية المريض بعد ساعة ساعة ونص ممكن نستعمل كثير من هذه العلاجات أو علاج واحد منهم. فإن شاء الله راكم استفدتوا من هذه الحصة المجددة فيما يخص الغدة الدرقية أو قصورها، ونكتفي بهذا ونبدأ في المكالمات إن شاء الله. ليث من الجزائر، السلام عليكم. يبدو أن فقدنا الأخ ليث. الأخ علي، السلام عليكم. سلام أخويا، حبيت بنهضر مع طبيب. تفضل.
تفضل خويا. السلام عليكم. سلام. عندي بروبلم د بروستات. ايوا بروستات ليبربلازي. درت عليها هذه العمليه تجر كيف كيف، دي فاصا ماري في النوم حتى 7 8 خطرات 10 خطرات في الليل. قلت هذا بركي يديروا لي صفر اشاك فور روح نروح. قلت هذا يديروا لي صفر. كي درت العمليه واش نحوها لك الكل ولا؟ لا درت انغراطاج. انغراطاج. دابري لي زاناليز دابري لي راديو البروستات تاعي مليحه بصح انا ما كاش لاميليوراسيون، نوض بزاف شويه برك هكذا نروح للفيسي نرقد شويه نعاود نروح وهي ريحه. شوف الاخالي، احنا عندنا وصفه كنت تكلمت عليها خلال هذه الحصه اللي ممكن تنزلها انت، واذا ما عندكش الانترنت ينزلها لك اش واحد بالعربيه او بالفرنسويه. واسمها؟ هذه وصفه واسمها استراتيجيه الصحه الهضميه والعامه. وصفه؟ هذه موجوده احنا عندنا على موقعنا هنايا. اللي يكتب لنا رسالة إلكترونية ترجع له رسالة من عندنا تقول له تقدر تنزل الوصفة هذه. تتكلم تحب تكلم فرنسوية أحسن؟ إيه. أوكي. إحنا nous avons un document que nous envoyons à toute personne qui nous écrit un email. Quand la réponse au email de la personne quand la personne reçoit une réponse de chez nous, qui est automatique, elle lui donne la possibilité de télécharger un document en arabe ou en français. Ce document, il vous montre comment régler votre alimentation et comment et contient une petite recette pour l'hyperplasie de la prostate. شفتكم بريا سي صا. انت شفت الايميل تاعنا ولا ما شفتش؟ منو ما شفتش. هو يكون على الشاشه الان الايميل. صح اخويا ميرسي صح. هكذا ان شاء الله بشفع عليك. بو سعد من تيزي وزو. شفت الايميل تاعنا. اسي بو سعد. هو يكون على أنا سي بوسعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل خويا، ممكن ترفع صوتك شوية بعد على التلفزيون. السلام عليكم، سعاد طبيب. تفضل. طبيب عندي الزوجة. واش عندك؟ الزوجة تاعي الزوجة. أيوا. نحط القوطر تاعها من نهار نحاتو ما لقاش كاع روحها. توجور لا فيبلس لا فاتيك. ما عطاولهاش لي فوتيروكس. نعم. ما عطاولهاش الدواء يسموه لي فوتيروكس ولا لي فوتيروكسين. نعم. لي فوتيروكس. ايوا. الدواء. ورغم هذا ما. ما رجعتوش للطبيب. خويا راك تبتعد بزاف على التليفون مانيش نسمع فيك. راهي مع لي فوتيروكس. اي والله ما عاودش شفت الطبيب. اشك فرص نعاود ندير الطبيب تقول هذا هو الدواء. ما عندهم شيء اخر. خلاص اذا يبدو لي الاخذ نجاوبه. على كل حال ممكن اذا كتب لنا رساله الكترونيه ايميل نوجهوه لبعض الطبيبه هناك موجوده قريبه ليه اللي ممكن تساعده. سي جلالي من وهران. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل خويا. واخويا انا باغي نسال سؤال تاع ليبوتيرويدي اشيموتو. اشيموتو وي. اشيموتو هذيك هما لوندوكرينو كانسي لي زونتيكور هما اللي يضربوا لا كلوند تولي ما تمشاش. ايه طبعا هذا هو التفكير الطبيعي عند الاطباء. ايه
من بعد شفنا دروك باللي هذو لي زونتيكور كيفاش ما عرفناش هذو كيفاش يداووا وما يداووش. اخلاص انت موجود في وهران، ممكن تكتب لنا رساله تبعث لنا ايميل ونوجهوك ثم نعطوك بعض النصائح عليها ونوجهوك ممكن الناس ثم اللي يساعدوك في الميدان الطبيعي. داكور صح هكذا. ها بشفع عليكم اخويا. مدام عمري دونيس. اي دونيس خويا وي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اختي. دكتور؟ وي. السلام عليكم دكتور، أنا مدام عمري من نيس. تفضلي اختي. اتصلت بك باش نقول لك عندي وليدي عنده 18 سنة. وي. وعنده هذه الخطرة صافي دو زيكزام هذا وين ديناه للطبيب باسكو في ريسال تاعو كان عنده لو سون. عنده لو سون. اي يا في دي سادير ساسيني كي يروح للتواليت ساسيني. اه وي داكور. ومن بعد كي درنا له ديزاناليز قالوا لنا عنده في الشك عنده لا مالاجي دو كرون. وي كرون ديزيز. بحال هما يقولوا هما في الشك طاولوا تريتمون طاولوا لا كورتيزون طاولوا شحال من تريتمون باش يشربوا بصح ماذا بك بحال تنصحني لحاجه بحال نجم نديرها له باسكو انا مانيش مامنه فيهم. واحد يقول لك عنده في الشك عنده. صح اختي صح عنده. هذا حاله اللي ممكن احنا نعالجوها. إذا حبيتي تبعثي لي إيميل. إيميل إيه؟ إيه فوالا الإيميل يكون على الشاشة دركا. إيه؟ تبعثي لي إيميل ونتكلم لك على القضية هذه. إحنا عندنا حالات وين القضية هذه يعني هفتت عاد ما فيش مشكل. إن شاء الله بربي إن شاء الله. بما أنا قلت في البداية بأن إحنا القضية أن الدم يخرج من هناك ولا ما يخرجش، احنا ما نروحوش للمرض نعالجوا الانسان كانسان، نشوفوا ما هي الاشياء اللي تخصه، ما هي الاشياء اللي تفيده، وعندما ندرسوا كل انسان نعملوا له تريتمون سور ميزور. ان شاء الله ربي ان شاء الله. الله يسلمك. راهي طولوا لا كورتيزون طولوا اختي احنا من هذاك الطبيب واش يمد؟ احنا الانطلاقه تاعنا اولا الانطلاقه تاعنا ما فيهاش ديزيفي سكوندير ما فيهاش عرض جانبيه. ان شاء الله ان شاء الله. واشياء طبيعيه واحنا في الفلسفه تاع الطب الطبيعي هو ان الله سبحانه وتعالى خلقنا المواد اللي تغذينا كيما ناكلوا الشلاظه وناكلوا الطوماطيش وناكلوا البصل يغذونا ويغذوا الاخر بان كبروا وبان صحاحوا كيما هذا الشلاظه وهذا الاخر كي نستعملهم بطرق معينه وأدوية ونباتات أخرى بطرق معينة تقضي على المرض اللي يكون في الإنسان. داكو إن شاء الله. أختي دكتور الله يسلمك. سي حسن من العاصمة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبيب عندي في 2012 وي درت إنغراف دو موال أكوز دون ليسيمي. أي والله. ومن بعد موراها كان عندي ان تريتمون ان ايمينو سيبريسور مع لي كورتيكويد بوندون 3 زون حبستهم في نوفمبر باسي ابري واحد 3 موا جاتني واحد بروبليم في لي ميسكل دور بون ابري في بليزيور ميدسان فينالمون قالوا لي بلي عندك سكليرو ديرم. واش عندك؟ سكليرو ديرم. سكليرو ديرمي يا سكليرو ديرمي دونك دونك عاودوا رجعوا لي في الاخر لي كورتيكويد مع نينو سبريسور والله حبيت لك نصائح الطبيب باش واحد اخترقوا لي باللي سي المرض ديال انكيراب وانت دابا قلت في الاخر قلت ثاني جي سباين المرض ديال انكيراب. شوف خويا حنايا كانسان في السكليروزون بلاك في السرطان في اي مرض عمرنا ما نقولوا هذا منطلقنا الاطباء حاجه واحده اخرى. احنا ما نقولوش بان المرض هذا ما عندوش دواء. هما يقولوا ما عندهمش دواء لخاطر ماش عندهم الدواوات هما يروحوا للعرض يعني لو سيمبتوم لا سكليروديرمي ليبوتيرويدي لو كانسر لا سكليروزون بلاك يروحوا ليهم يقول لك هذا ما لقينالوش دواء دونك ما يبراش. حنايا ماناش من هذا النوع. احنا دائما وابدا اولا ما نعطوش امل كبير للناس وكما نحولهمش الامل.
احنا دائما نعرفوا باللي فيها انطلاقات في الطب الطبيعي، في تقنيات كثيره كما تكلمنا عليهم مقبل، وغالب الاحيان نوصلوا الى النتيجه اذا ما دورناش المرض تماما، نقووا الانسان بطريقه ان المرض هذا يعود ما يديرلوش مشكل كبير. هكذا ننتهي من هذه الحصة اليوم، إن شاء الله راكم استفدتوا منها، وإلى اللقاء إلى الأسبوع القادم بإذن الله.